صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. صباح الخيرات وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل، صباح الجمال عليك وصباح النصر والهنا على حضراتكم. حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي ونهاية الأسبوع بقى، يعني بنحاول على قد ما نقدر كده ان احنا نختم الأسبوع برضو وفقرات متنوعة وأخبار نقدر بيها ان احنا يعني نكون ضمينا او لمينا لحضراتكم كل ما يحدث على مدار الأسبوع. والنهارده معانا فقرة جميلة جدا علشان معانا نموذج برضو النسائي جميل، هو بقى بيدرب كرة قدم بس للرجال. أنا حابة جدا الفقرة دي وحابة حضراتكم تتابعونا نفهم القصة إزاي وإزاي قدرت توصل لده وإيه الصعوبات اللي واجهتها، لأن هي برضو حاجة غير مألوفة لحد ما تلاقي سيدة بتدرب يعني فريق كرة قدم رجال. فدي أعتقد هتبقى فقرة جميلة جدا، غير طبعا الأخبار المتنوعة اللي معانا واللي هنبدأها معاك بالفريق الأول. كالعادة بنبتديها طبعا مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. الأهلي بيواصل تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت الجاي إن شاء الله الساعة 8 بالليل في ختام بطولة الدوري. وامبارح خاض الفريق تدريبات خططية على بعض الجوانب الفنية اللي بتركز على بناء الهجمة من منتصف الملعب بالإضافة إلى الكرات العرضية. كمان خاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، خاضوا تدريبات قوية على التصويب من زوايا مختلفة وأيضا استخدام الحواجز للتركيز على الجانب البدني. وزي ما كنا قلنا قبل كده ان بيتسو كمان موسيماني المدير الفني بيدي فرصه للناشئين اللي صعدهم للفريق الاول ان هم يشاركوا بقى هنا في مباراه طلائع الجيش، وانه مهتم جدا بالقطاع ده. واتضح جدا لما كان امبارح صعد 6 ناشئين اخرين ده علشان يشاركوا في تدريبات الفريق الاول. مين بقى هم؟ هم محمد حسام ميدو، فارس طارق، احمد محمد عبد القادر، عبد الرحمن اشرف، واحمد سعيد عبد النبي، واحمد نبيل. كل التوفيق ان شاء الله ويثبتوا كده نفسهم، اخذوا فرصه عظيمة جدا مع مدرب محترف خلينا نقول، فإن شاء الله يثبتوا نفسهم بشكل كبير وفي توقيت مهم كمان بالنسبة لمسيرة النادي الأهلي.